تعالوا بقى نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة، حيث تتواجد زميلتنا سالة حامد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهي جاهزة طبعا عشان تقول لنا إيه الأخبار وآخر المستجدات. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة طبعا من 10 الصبح في الأهلي في بداية الأسبوع، وزي ما أنت قلت يا كريم حاليا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم كل الأمور والأخبار طبعا متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وكالعادة خليني نبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا لفريق النادي الأهلي. ويمكن امبارح يا كريم كانت بداية استعدادات فريق النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم واللي مقامة طبعا في السعودية من يوم 12 ليوم 22 ديسمبر. امبارح الفريق من بعد مباراة شباب لوزداد بدأ التدريبات وبدأ الاستعدادات فورا على ملعب مختار التتش. امبارح الفريق يعني فريق خاض التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش، وامبارح يعني التدريبات طبعا كانت في البدايه بدا مستر مارسيل كولر بمحاضره مطوله مع جميع لاعبي النادي الاهلي الحديث طبعا عن الفتره اللي جايه والبطوله كاس العالم للانديه والاستعدادات ليها. كمان بعد المحاضره جميع اللاعبين اللي شاركوا طبعا في مباراه شباب لوزداد يعني شاركوا في بعض التدريبات الاستشفائيه، وباقي اللاعبين شاركوا في بعض الوحدات التدريبيه المتنوعه طبعا على ملعب مختار التتش. كمان يعني جميع حراس المرمى سواء طبعا مصطفى شوبير او مصطفى مخلوف وحمزه علاء يعني ادوا برضو بعض التدريبات تحت قياده مستر ميشيل يانكن طبعا مدرب الحراس المرمى، وكمان يعني رضا سليم ومحمود متولي على هامش المران يعني نفذوا البرنامج التاهيلي الخاص بيهم طبعا للتخلص من الاصابه. يمكن طبعا يعني كانوا بيجروا حول ملعب مختار التتش وكمان نفذوا بعض التدريبات طبعا اللي موجوده في برنامج التاهيلي، وده طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق. فكانت التدريبات يعني بشكل عام التدريبات كانت ماشيه بشكل طبيعي امبارح، والنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه. الفريق هيتمرن في الفتره الصباحيه وبعد كده يعني هيتجهوا للسعوديه طبعا للدخول في معسكر مغلق هناك قبل يعني قبل ما يبداوا استعداداتهم او يعني المواجهات بتاعتهم في بطوله كاس العالم للانديه. يمكن ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي اول مباراه هتكون يوم 15 ديسمبر، والنادي الاهلي هيكون مستني طبعا الفائز من مباراه اوكلاند سيتي النيوزيلندي وطبعا اتحاد جده السعودي، ويمكن اول مباراه هتكون يوم 15 طبعا ديسمبر. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا خليني ابارك يا كريم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي فوز رجال كره السله تحت قياده مستر اوغستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا الفريق يعني شفنا اول امبارح فاز بمباراه الدوري المرتبط لكره السله المره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي، وكمان خليني برضو ابارك لك امبارح على فوز يعني رجال كره اليد اللي فازوا طبعا بمباراه السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجه 26-24. بس خليني طبعا اتكلم في الاول على كره السله. يمكن طبعا شفنا يعني الفريق كره السله قدم يعني اداء قوي ومتميز طوال يعني جميع المباريات في بطوله المرتبط، خاصه فريق المرتبط ويعني لعيبه نادي الاهلي تحت 18 سنه ادوا اداء يعني جيد واداء قوي، بالاخص يعني طبعا في مباراه اتحاد السكندري اللي كانت متواجده في الاسكندريه واللي ساهمت بشكل كبير جدا طبعا في تاهل النادي الاهلي لمباراه النهائي. وشفنا ايضا في مباراه النهائي يمكن المباراتين بالنسبه لفريق المرتبط امام سموحه كانت يعني مباراتين يعني كاداء كان اداء قوي فنيا، كانت المباراه قويه ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في المباراتين، وايضا الرجال فازوا في المباراتين. شفنا يعني كانت اجواء يعني رائعه كانت متواجده في الصاله في صاله الدكتور حسن مصطفى، وكمان شفنا يعني لافته رائعه من او موقف رائع طبعا من جميع لاعبي النادي الاهلي في الفريق، وهي انه لما راحوا طبعا بالكاس للدكتور هشام العمري شقيق طبعا معالي الوزير ونائب رئيس النادي الاهلي العمري فاروق، لما راحوا له طبعا بالكاس وكانوا بيهدوا الكاس على تواجده بالتاكيد في الصاله، ويمكن تواجده ووجوده في الصاله كان ليه معنى كبير طبعا جدا يا كريم، معنى كبير جدا. وان شاء الله ان شاء الله يعني نشوف كمان معالي الوزير العمري فاروق قريب ان شاء الله متواجد في وسطنا ومتواجد في الصاله، ودايما بيدعم جميع الفرق الالعاب الصالات زي ما متعودين منه دايما، وان شاء الله يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لبيته ولاهله وللنادي الاهلي بالسلامه.
ده بالنسبه لكره السله. خليني بقى اروح لكره اليد، ويمكن طبعا شفنا امبارح المباراه يا كريم، مباراه الاهلي والزمالك واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بفارق نقطتين على نادي الزمالك، كانت ايضا مباراه فنيا قويه جدا سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. المباراه طبعا اللي كانت مقيمه في الامارات، ويمكن دي اول مباراه او اول لقب للسوبر بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه. طبعا ببارك لك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي. شفنا تالق العديد طبعا من اللعيبه، سواء طبعا حارس النادي الاهلي عبد الرحمن طه، او طبعا محمد ابراهيم، سيسا، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، يعني جميع اللاعبين، طبعا محمد لاشين، جميع اللاعبين تالقوا امبارح في المباراه. والنهارده ان شاء الله يعني هيرجعوا للقاهره، يعني حوالي الساعه 4 او الساعه 5 بعد العصر هيكونوا متواجدين هنا في القاهره. ولكن الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون في توقف دولي بالنسبة لجميع اللاعبين، وطبعا هيكون في معسكر لمنتخبنا الوطني في المركز الأولمبي في المعادي. فإن شاء الله يعني لحد شهر 2 هيكون في توقف دولي بالنسبة لجميع لاعبي النادي الأهلي، لأنه في شهر 1 هيكون في بطولة أفريقيا لكرة اليد. كمان يعني خليني أتكلم عن كرة اليد بالنسبة للسيدات، أيضا هم في توقف دولي وفضل يعني 4 أيام على المعسكر لمنتخبنا الوطني. يمكن في المعسكر ده كريم عندهم مباراتين يعني وديتين، سواء مع منتخب الجزائر أو مع منتخب الكونغو. ان شاء الله يمكن دي المباريتين بالنسبه لي يعني سيدات كره اليد، عشان طبعا يجهزوا الفتره القادمه للمشاركه في جميع البطولات. ده طبعا على مستوى منتخبنا الوطني او على المستوى الدولي. كمان يعني خليني اروح لكره السله سيدات، ويمكن ان شاء الله هيبداوا او هيرجعوا تاني للمنافسات بالنسبه لجميع البطولات. ان شاء الله البدايه هتكون من بعد يعني طبعا مباراه السوبر واللي اخذوها على حساب نادي الجزيره. الفتره الجايه ان شاء الله هيبداوا المنافسات في بطوله منطقة القاهرة، نادي الأهلي إن شاء الله في مجموعته مع نادي الجزيرة وهليوبلس مصر التأمين والشمس. وإن شاء الله ده هيكون الدور النهائي، بدايته هتكون يوم الأربع اللي جاي، وأول مباراة بالنسبة لفريق النادي الأهلي هتكون أمام نادي مصر التأمين، وهتقام في تمام الساعة 4 عصرا على صالة استاد القاهرة. وجميع المباريات يعني الأربع مباريات هتكون على صالة استاد القاهرة، سواء الساعة 4 أو الساعة 6. وطبعا أول مباراة هتكون مع مصر التأمين، تاني مباراة مع هليوبلس، ثالث مباراة مع نادي الشمس، ورابع مباراة هتكون مع نادي الجزيره. وطبعا لو نادي الاهلي ان شاء الله فاز في جميع المباريات من ده الدور النهائي هيفوز ببطوله منطقه القاهره. ده طبعا بالنسبه لسيدات كره السله. استكمالا طبعا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه بالنسبه لكره الطايره، يمكن امبارح فازوا يعني الماسترز او رجال كره الطايره على حساب نادي بتروجيت، وده طبعا كانت المباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري. يمكن فاز يعني رجال الماسترز بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وطبعا المباراه كانت مقامه هنا على صاله الامير عبد الله فيصل داخل لمقر النادي. ان شاء الله يعني طول الاسبوع ده هيكون في راحه بالنسبه للرجال من المباريات، وان شاء الله اول مباراه هتكون الاسبوع اللي جاي يوم السبت، هتكون امام نادي الترسانه في تمام الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله فيصل داخل مقر النادي. وكمان يعني السيدات او فتيات اللي ذهب سيدات كره الطايره، يعني اول امبارح كان عندهم مباراه يوم الجمعه مع نادي اصحاب الجيات، وانتهت ايضا بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. وايضا يعني الاسبوع ده هيكون في راحه من المباريات، ويوم الاثنين الجاي عندهم مباراه مع نادي وادي دجله، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي يا كريم طبعا كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا ببارك لك تاني على الفوز ببطوله المرتبط لكره السله ومباراه او طبعا بطوله السوبر لكره اليد. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. يا ريت كنت بكتب وراكي كام مره قلت فيها كلمه فاز، يعني ده عشان برضو يوضح للناس، وبالارقام بقى وبالاعداد كميات المباريات اللي بتفوز فيها او بتفوز من خلالها فرق النادي الاهلي يعني المختلفه، حاجه عظيمه جدا. اكيد انت بتبقي بحكم تواجدك الدائم برضو هناك في النادي يا ساره لمسه بنفسك، حتى ردود افعال الناس نفسها اللي هو اعضاء النادي، فكره ان احنا بننتمي لكيان محترم بالشكل ده، كيان قوي للدرجات دي، كيان كلمه فاز هي قاسم مشترك في اي خبر يخصه، يعني بتشوفي ايه من الناس ومن الاعضاء في هذا الاطار؟
والله يا كريم، طبعا زي ما انت قلت يمكن يعني اللي في حاله من الفرحه موجوده في النادي، بالاخص طبعا لما يعني مش غير كره القدم طبعا بقى في فرحه يعني دي استثنائيه بالنسبه لكره القدم، فرحه يعني جميع اعضاء وجماهير النادي الاهلي. ولكن لما بنروح بقى الالعاب الصالات او الالعاب الاخرى بنشوف بقى فرحه تانية خالص، فرحه مختلفه. الناس يعني بتكون متابعه بشكل جيد لجميع الالعاب الصالات، وبيكون في فرحه كبيره جدا لما بيفوزوا في المباريات، يمكن طبعا بالنسبه لبطوله المرتبط وبطوله السوبر. يمكن ردود افعال الناس يعني فرحانه ومبسوطه، يمكن يعني بيقولوا دايما انه يعني الفتره اللي فاتت والمجهود الكبير اللي كان مبذول طبعا في الملف يعني العاب الصالات يعني والفوز بجميع المباريات ده دليل على نجاح منظومه يعني سواء كره اليد او كره السله وكره الطايره، نجاح يعني جميع المنظومات دي وجميع القطاعات داخل النادي الاهلي في مجهود كبير جدا. والكل طبعا مهتم انه احنا لازم ان شاء الله نفوز بجميع المباريات، الكل فرحان والكل مبسوط والكل كمان عنده ثقه وشايف ان جميع اللاعبين على قدر المسؤوليه ان شاء الله ان هم يفوزوا بجميع المباريات، يعني حتى لو في يعني طبعا مباريات في بدايه الموسم بالنسبه زي كره السله يمكن كان طبعا في مباريات او في بطولات يعني طبعا النادي الاهلي ما حصلش عليها، ولكن عندهم ثقه ان شاء الله جميع البطولات الفتره القادمه النادي الاهلي يعني هيفوز بيها وهتتكتب طبعا في تاريخ النادي الاهلي الاستحواذ على جميع البطولات السنين اللي جايه ان شاء الله يا كريم. عايز اسالك على حاجه كمان يا سالة، وانت دايما شاهد على العصر فيما يتعلق بالنقطه اللي هكلمك فيها الحقيقه، يعني بالنسبه لجمهور كره القدم ومشجعي النادي الاهلي من رواد ومحبي كره القدم، طبعا حدث ولا حرج يعني فيما يتعلق بنوعيه الجمهور الاهلاوي مش محتاجين نخوض في هذه التفصيله، لكن يمكن مش كلنا بنقدر زي حالاتك انت شخصيا نحضر مثلا مباريات في كره اليد او كره السله او كره الطايره. التشجيع في المباريات دي بيكون عامل ازاي؟ يعني هل كواليتي جماهير النادي الاهلي في العاب الصالات مثلا نفس نوعيه جمهور النادي الاهلي في كره القدم؟ زي ما انت قلت يا كريم، يمكن طبعا ببقى حريصه اكيد التواجد يعني في جميع المباريات يعني في الصالات، ببقى حريصه ببقى بحب اتفرج واشجع طبعا يعني جميع الفرق الرياضيه اللي طبعا خاصه بالنادي الاهلي سواء سله او طايره او طبعا يعني كره اليد. وفعلا زي ما انت بتقول يمكن طبعا المشجع في كره القدم يعني هو المشجع في جميع الالعاب الاخرى، نفس التشجيع نفس الروح اللي موجوده، يمكن بشوفهم يعني دايما في يمكن طبعا بشوفهم في الصالة يعني بيشجعوا بروح جدا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، بيبقوا كمان مش بس يعني رجال كمان سيدات وأطفال يعني جميع الأعمار يعني المختلفة كانت بتكون موجودة في الصالة. يمكن طبعا كنت موجودة في مباراة كرة السلة اللي فاتت، مباراة الأهلي وسموحة دوري المرتبط، يمكن الكل كان حريص إن هو يتفرج على مباراة الدرجة الأولى وكمان مباراة يعني فريق المرتبط، يعني طبعا اللعيبة الصغار تحت ال 18 سنة الكل كان حريص إن هو يتفرج وكانوا بيشجعوا يعني بروح عالية جدا وبكل جديه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وكان عندهم ثقه ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز في الاربع مباريات في بطوله المرتبط، حتى لو يعني طبعا يعني المباراه او الفوز يعني بس يستحق يعني مباراتين سواء الرجال او مباراتين الصغار ومباراه واحده الرجال، لكن الكل كان عنده ثقه ان هم هيفوزوا في جميع المباريات وكمان بسكور. وحتى شفنا يعني في مباراه المرتبط يمكن كان في شويه يعني في تقدم من نادي سموحه على نادي الاهلي، وكان في فارق كبير جدا يا كريم حوالي 12 نقطه ما بين فريق الاهلي وسموحه في مباراة المرتبط 18 سنة. الكل برضو شفتهم يعني بالأخص السيدات كانوا بيشجعوا بروح عالية جدا جميع اللعيبة عشان يرجعوا تاني يعملوا كومباك تاني في المباراة، وحصل فعلا الحمد لله رجعوا تاني وفزنا بمباراة أو يعني بطولة دوري المرتبط لكرة السلة. فزي ما أنت قلت مشجع كرة القدم نفس عقلية ونفس الروح مشجع يعني ألعاب الصالات أو جميع المباريات في ألعاب الصالات. بصي الجمهور ده يستحق الدراسة، يعني الحقيقة جمهور النادي الأهلي اللي دايما لا يكل ولا يمل من تشجيع النادي الأهلي. وبالمناسبة يعني يمكن آلاف المرات كان لجمهور النادي الأهلي اليد العليا والكلمة العليا في تحقيق الفوز، يعني ساعات كتير بيبقى اللي حقق الفوز هو الجمهور أكتر من اللعيبة. طبعا أنا بشكرك على طبعا التغطية الرائعة والكافية والوافية كالمعتاد زميلتنا العزيزة سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، كل الشكر ليكي.